يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استدل الذي يقول إن الأولياء يخلقون الأجنة بآية، وهي قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. يقول: كيف يجاب عن استدلاله هذا؟ أحسن، أحسن ليست على بابها، ليست من أفعال التفضيل، ليست من أفضل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا ليس على بابه، يقولون هذا معناه ليس له طرف آخر. الله أحسن الخالقين، لا أحد مثله يخلق أبدا. أحسن الحاكم، أحكم الحاكمين، ليس أحد يحكم كحكم الله عز وجل، ليس في هذا مشاركة مثل أفعال التفضيل في غير هذا. نعم، تقول زيد أحسن من عمرو، لا، الله ليس له معادل حتى تقول هذا. نعم.